بس اللي الله كاتبه بده يصير. لالي، نحن بعاد كتير عن البيت وما في أي حدا رح يجبرك تعملي شي ما بدك إياه. لالي، بعرف إنه عقلك هلأ عم يقلك إنه لازم تجيبي وريث، وعم يقلك إنه هالشي من واجبك وإنتي مسؤولة عنه، وإذا كملتي حياتك مثل ما بدك ما رح تكوني مرتاحة. هذا الشي مو صحيح أبداً. لالي، نحن هلأ منحب بعض ولازم نوقف مع بعض. أنا ما عم بمزح نهائياً. نحن لبعض لو شو ما صار. أنا بحبك كتير وما رح أتخلى عنك نهائياً. أنا بأكد لك هلأ إنه هي بداية لحياتنا الجديدة. وين خاتمك؟ ليكون وقع بشي محل؟ لا، لا تقلقي، مو مهم، كل شي تمام. كيف كل شي تمام يا بيك؟ هذا الخاتم كان غالي عليك، معقول ما يكون بعد خاتمك يا بيك؟ هاد خاتم زواجك من سيدة شوري. كل شي تركناه ورانا يا لالي. زواجي انتهى من زمان، والشي الوحيد الحقيقي هلأ هو إنه نحن مع بعض. بس نحن بهذا الوقت لازم نصبر شوي. تعي، لازم أعمل شغلة مهمة كتير. بعرف إنه هالشي صعب كتير، بس بدي إياكي تثقي فيني. أنا بعرف شو عم بعمل، وواثق إنه علاقتنا رح تستمر مدى الحياة. أنا رح نام هنيك. كيف بدي خبرك إنه علاقتنا ما رح تستمر مدى الحياة؟ وحتى لو ما قدرتي ترجعي شي خار على القصر، هاي الهدية رح تبقى معك طول عمرك. حاسة الوقت عم يمر بسرعة وخايفة إني ما أقدر لحقه بعد هلا. لأنقذ حياتك ورجعك لعند أهلك معي 3 أيام وبس. هالعلاقة رح تستمر 3 أيام وبس. 3 أيام وبس. رح تلبسي هذا بعد 3 أيام يا لالي بالعرس تبعك، ووقتها بس رح تبلش حياتنا الجديدة والسعيدة.
يا جبل البعيد خلفك حجر. سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح. سيبوني يا ناس. بدي أعرف ليش كل ما بشوفك بشوفك مكشرة ومتشامي. الواحد لما يشوف خلتك بينتزع كل مزاجه وبيتمنى ما يشوفك. لازم تضلي مبسوطة عطول، لازم تغني وترقصي. فيك تعمل كل هالشغلات؟ لك أنا عم بعملهم، بس أجيت حتى خبرك شو قالي الحكيم. جايب معي خبر حلو كتير بمثل هالوقت بالسنة الجاية وبالقصر تبعنا وبهي الباحة رح تلاقي العالم فرحانة ومبسوطة من قلبها، لأنه رح يكون في حديث كبير بيستاهل هالفرحة. رح تلاقي الحفيد والوريث تبع هاي العيلة عم يلعب ويمشي عمهله بهي الباحة. دادي 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 رح تسمعي صوت ضحكته الحلوة، رح تشوفي وتسمعي بإذنك انتي، بس طولي بالك. هذا الخبر الحلو اللي جايبه، وانتي قلبي خلقتك 24 ساعة وعلى طول، بس هي طبيعتك من زمان مو بإيدك. في عالم كتير هيك طبيعتها ما فيها تفرح أبدا. ايه، وكمان في بعض عالم عندهم عادي انهم يكونوا مصدر للمشاكل والحزن وين ما راحوا. ضل شوف، يعني انتي ما بتخلي الواحد يكون مبسوط؟ والله لازم الواحد ياخد دروس بالأسوأ عندك، بس مو فرقانة كتير معي. بكفي اني عم نام بين ايدين حبيبتي راجة وعم بشرب وباكل وانا عم بتطلع بعيونها الحلوة. لك دخيل الله، ريحة الياسمين الحلوة رجعت لي الفرحة وعدلت لي مزاجي. يا ستي فيكي تحكي اللي بدك اياه عني بوعدك وعد شرف انه ما راح تفرق معي. خليكي هيك، ها لا تغيري شي بمزاجك. سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح لغزالي ولا تاكلي سكالوب؟ طيب طيب تعا شوي لو سمحت، بدي 2 كلوب ساندويتش بدون لحم وبسرعة لو سمحت. هي أكلة أمريكية رح تحبيها. تفضلي تفضلي. شو هالأكلة اللي جايب لي إياها؟ هذا كلوب ساندويتش.